On est vraiment ici pour ouvrir une nouvelle page hein, dans la relation bilatérale, dans la relation entre nos deux pays, et ça implique aussi un autre style et une autre approche. Moi, je suis là pour m'ouvrir à la société tunisienne. Je suis là pour découvrir ce qu'on ne connaît plus ou ce qu'on n'a pas eu l'occasion de connaître. هناك حديث وأنا أوصله لي جهات موثوقة يعني السفير الفرنسي الجديد في تونس تم وضعه بالقوة من قبل ساركوزي حتى بدون بروتوكول دبلوماسي يعني لم يستشر لا الحكومة ولا استشارها وفي الحقيقة يفترض أن يفعل وبالتالي فرنسا يبدو أنها تريد أن تذلنا من الآن. Cet imbécile d'ambassadeur qui s'appelle Boris Boyon, c'est quelqu'un qui était en Irak, il a œuvré, il a travaillé pour la déstabilisation de l'Irak, c'est quelqu'un qui était pour la guerre en Irak, et c'est quelqu'un qui est contre la nation arabo-musulmane. Voilà les deux raisons pour lesquelles on veut que cet imbécile dégage. سركوزي بإصلاح ممكن أخطاء موقفه تجاه تونس خاصة وأنكم مقربون بصفة خاصة من الرئيس الفرنسي الذي له حب خاص لكم. شكرا. Bonjour. Vous êtes d'où? Oui, je suis de France. Et pour moi, bon, c'est la même chose. C'est-à-dire que on aimerait vraiment faire une action pour le pays. On aime, même si je ne suis pas de ce pays, j'aime la Tunisie, j'aime les Tunisiens, j'aime ce pays. Et je pense que c'est important de ne pas juste dire qu'on aime comme ça, mais de pouvoir montrer ça par des actes, par des faits précis qui montrent qu'on a vraiment de l'amour pour ce pays, de l'amour pour ces gens. Et voilà, on est frères et sœurs et on a envie de montrer ça aussi aux gens de façon concrète dans les actes. وهناك حديث وأنا ذكرته منذ أيام في حلقة ثانية هناك ثلاث وزراء فرضهم ساركوزي فرضا على السيد محمد الغنوشي من يسمون بالتكنوقراط إذن فرنسا إيدها للذراع في تونس لا نريد هذا نريد سيادة نريد استقلال جديد المنطقة العربية وأطرافها تبدو إذن على صفيح ساخن والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم هو هل سينتقل سيناريو تونس من مصر إلى بلد آخر أو حتى أكثر؟ أصدرت بلدية تونس اليوم بلاغا أكدت فيه أنه تقرر إطلاق تسمية ساحة 14 جون في 2011 على ساحة 7 نوفمبر وأشار محمد البوعزيزي على شارع 7 نوفمبر بالعاصمة وجاء في بلاغ بلدية تونس الذي تلقت وكالة تونس أفريقيا الأنباء نسخة منها أن هذه البادرة تتنزل في إطار توثيق الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالنظام السابق. تونس باش نقول لكم كلمة أنا ما نخافش علاه ما نخافش خاطرني ماني سارق ونقول في الحقيقة إذا كان ما تفهموهاش اليوم باش تفهموها غدوة مانيش كيما اللي تعب هرب وتعدى الحدود نسلي في البلاد فما رجال فما جدود نسلي من دم وعطاه باش انت تعيش قدرك عالي لهنا من البحر حتى الآخر نقطة في الصحراء وحدك يا خضرة بالحب بعرق جبين بالتنهيدة نبني تونس جديدة. السلطات السعودية سمحت لبن علي بدخول مستشفى جدة الذي يعتبر من أكثر المستشفيات تطورا في المنطقة وهو مستشفى خاص بالأمراء حالته الصحية تدعو للقلق ويبدو أن سبب هذه الحالة هو الصدمة التي تلقاها نتيجة رحيله غير المتوقع من تونس في الوقت الذي كان يعاني فيه أصلا من السرطان. أنا نحب نولي رئيس جمهورية أما مش على شعب مش فاهم حتى شيء ونجم نحكي لكم الكلام كل روم وكل باهي وكل هيك اللي نمسح عليكم باش تحبوني وب 30 دينار وخدمات حاله معناتها وتقول بعد يجي يقول لك مجانيه التعليم مجانيه التعليم انا ندفع 30 دينار مبيت 20 دينار في الكار 22 دينار تنبري 7000 ترسيم بخلاف ليتيت ها وليت مطلوب انا في الاخر تقول لي ربي للسين عبد الله اللي قد ديرمك ريود صغر عام 2004 فهمتني عملت شويه مشاكل دوبليش معني عملت 38 براكاج وانطرت 7 شرك
وضربت زوز ولاد حور عملوا وكا حكم عليا 7 سنين، 7 سنين وانا في الحبس على طرف قضايا يضحك ضمتني هيك، وانا خويا ضيعوا لي مستقبلي، الشباب يمشي ضمتني، نطالب توا يرجعوا لي حقي قتل العمليه اللي صارت هذه اللي حكم عليا 7 سنين، نتصور وراء الطرابلسي ماما خمتي انت عزيز عليا لا 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 تونس ايا حرة شعب ينبض ثورة تونس ايا حرة مية في وسط الصحراء تونس ايا حرة شعب ينبض ثورة تونس انتصار الثورة على الميراث